فيروس كورونا يتسلل للدوزام والإعلام يا عزيز العون آخر ضحاياه. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لم تسلم الإعلامية عزيزة العوني مقدمة برنامج كيف الحال من الإصابة بفيروس كورونا وفق ما أكدت نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها قبل أيام. مصادر خاصة أكدت أن الإعلامية عزيزة العوني أصيبت بكوفيد-19 وأن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، حيث تخضع للحجر الصحي وتتابع علاجها بمنزلها. وأفادت المصادر أن إدارة القناة الثانية دوزام شددت الإجراءات الوقائية وسط الموظفين بعدما تأكد إصابة بعض العاملين بها، كما حرصت على توفير كل مستلزمات الوقاية من كمامات ومحلول كحولي معقم وغيرها من الأدوات الضرورية. وأشارت المصادر إلى أنها نبهت طاقمها التقني والصحفي بضرورة اليقظة والحذر، إذ تم وضع بروتوكول خاص بالعاملين كإجراء احترازي لتجنب أي إصابة جديدة بالوباء. وحرصت قناة عين سبع على استئناف تصوير برامجها، منها رشيد الشو الذي صورت أولى حلقاته قبل أسابيع، وذلك وفق تدابير وقائية صارمة منها الالتزام بالتباعد وسط الجمهور مع ضرورة وضع الكمامة والتعقيم. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.